تاكل فاصوليا ولا تاكلها؟ اكل. تاكل كذا على طول؟ لا. يا تجرب. لا صديقي امسك امسك. انا باكل قدامك شوف باكل. شوف امسك امسك. شوف شوف. تاكل ترى عادي شوف. يمكن تعجبك بس انا ما تعجبني. ذوق خلنا انا هذه مره تجربه اول مره يلا حلقتنا يلا. ها شوف ها. لا خاصة مع النص حلوة لذيذة مع النص ايوه. حلوة. كيف؟ والله حلوة. حلوة صح؟ هم طبعا يحطونها في سلطة إدام زي كذا بس انه برضه طعمها حلوة. جربتوا قبل كذا فاصوليا؟ تاخذونها كذا على طول غسلها بس وكل. ايش رايك بالخضار والفواكه بصفة عامة؟ شوف في فواكه وحلوة. في حلوة. ايوه. برضه نفس الكلام في نفس الفواكه والخضار. والخضار نفس أيوه؟ الكلام. طيب اصلا تحس انه يعني في طب الاطفال اللي ما يحبون ياكلونها ايش رايك فيهم؟ يقول انا ما احب الخضار والفواكه لا ما ما عنده فيتامين سي ولا عنده شيء ولا عنده حديد. حلو برافو. يعني مفيد للصحه. يعني هل المفروض ان ناكلها في السنه مره واحده؟ يعني كل سنه ناكل حبه موز بس صح ولا خطا؟ خطا. وش نسوي مرة؟ لازم تاكل كل اسبوع يوميا كل يوم كل يوم وكل نوع نوعين من الفواكه، نوع نوعين من الخضار، صح كذا؟ عشان نحافظ على صحتنا. احسن بس تجربه حلوه اول مره تجرب كذا؟ اي والله بالله عليك؟ اي والله شايفين كيف؟ ما اكل اصلا مو يعني تجربه جديده لمبارك اكل فاصوليا اول مره كان يقول لا حتى جوابه قال لا ما احبها تاكل جوابه؟ لا تجرب؟ قد جربت قد جربت؟ طيب شلون تجرب اليوم؟ يلا ما عندي مشكله يلا تفضل جرب ترى لذيذ يلا جرب روح يلا ايوه كيف الانطباع؟ هي حلوه لذيذه والله مو حلوه لا كل لقمه ثانيه ترى شفت اللقمه الاولى تحس كذا في حموضه شويه صح؟ اللقمه الثانيه تستسيغ قرار لا مو عادي شوف اللقمه الثانيه ترى صدقني غير يلا دوق شوف 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 دوق كيف؟ لا حلوه ولا زينه؟ ها؟ يلا الحمد لله نجحنا معاه الفاصوليا بس الجواب ما نجحنا معاه شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة